باشا العراق منتظركم رجاء رجاء. مو لا تخيبون ظني، أنا أصغر عراقي بيكم يستقبلكم زين أبنائكم. باشر العراق متانيكم، باشر المفروض تكون عندنا شوية غيرة، وهاي المرة متانيتنا، هاي اعتبرها أمك، هاي اعتبرها أمك واقفة بالمطار، أريد أشوف بالله منو عنده غيرة يرضى هالمرة هاي توقف. باشر شوية خلينا ننتفض، عيب عيب عوف راتبك، عيب باشر عوف الشغل، أبنائك لا تطلعوا عوف الشغل، والله هذا الله علي أنا ما محتاج آكل وأشرب وعندي بيت وأشتغل، أشتغل بعد شنو اللي أريده يا أخي؟ بس أنا عراقي حسوا شوية شوية إحساس، عيب كافي ملينا والله ملينا. يعني أنتوا يعني ذاك يوم صادف الشخص يتجاوز على المتظاهرين بسبب الإنترنت، إيش أردح شيء ملين على أبو الإنترنت؟ هذا العراق، هذا العراق، هذا 7000 سنة حضارة، هذا نريد السلام، نريد الأمان، نريد العيش وخير، ليش خيرنا نغيرنا؟ هاي الدولة فاسدة، احنا ما نريد بك، ما نريد بك. شوف النسوان الشوارع، الجهال، مدارس كتب ما بيها، الشباب هاي التعيينات ما عندها، الشياب حصل عليهم لقمة، ليش؟ دول الخارج أحسن من عندنا؟ احنا سلام، مو يهود، يهود عايشين أحسن من عندنا. حسب الله ونعم الوكيل. خرجنا على خطى الرسول وخرجنا على خطى الإمام الحسين، الثورة من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح هذه الدولة الفاسدة، كلهم فاسدين، نريد حقنا، ما نطالب إلا القليل اللي هو حقنا، حق الشهداء، حق المسلمين، حقها كلها حق من كل عراقي، من دون الظلام الفسدة. عند رسالة كل عراقي عنده غيره وعنده شرف على أهله وعلى بلده يطلع باكر.